طفت للعمرة وصليت ركعتين عند باب العمرة ولم أصلي خلف المقام، هل علي شيء؟ ركعتي الطواف تصلى في أي مكان من الحرم، إن أمكن عند المقام هذا أحسن، وإذا لم يمكن فتصليهما في أي مكان من الحرم، بالرواق، بالدور الأول، بالدور الثاني، في الساطح، صليها في بيتك في مكة، صليها في أي مكان من الحرم.